دكتور، عايز اسال حضرتك سؤال يعني، وانا باخد لسان حال الناس. حضرتك يا دكتور انت مش عارف ابني بيعمل ايه، احنا جربنا معاه حاجات كتير، اتكلمنا معاه يا حبيبي ذاكر يا بابا ما تعملش الحاجه الغلط، فبصراحه بنضطر ان احنا نضربه. ايه الوسائل اللي ممكن استخدمها مع ابني كنوع من انواع التغيير في السلوك؟ تعليقك يا دكتور. اول وسيله يا استاذ مايكل واهم وسيله اصبحت موجوده في عصرنا الحديث، ولم يعني انا ما فيش حد تقريبا اختلف على اللي انا هقوله ده، ان كل الابناء ابنائنا النهارده اصبحوا مرتبطين ارتباط وثيق بالالعاب الالكترونيه والموبايل او التابلت او اي شيء ممثل ليهم اللي هو من استخدام التكنولوجيا الحديثه. وده طبعا هتقول لي طب انت اتاكدت منين من حاجه زي كده؟ لان هو اللي مثل هذه الامور او التكنولوجيا الحديثه اللي موجوده في الاجهزه اللي معانا هي اوريدي بتعمل عمليه ادمان، سواء للكبير او الصغير ادمان، ان هو كل ما امسكها فتره معينه تصبح بالنسبه له عاده من الصعب الاستغناء عنها. مظبوط. فبالتالي الاطفال كلهم النهارده معاهم هذه الاجهزه، احنا ككبار يا استاذ مايكل واستاذ نرمين، احنا ككبار بنبقى احيانا لو اتاخد مننا الموبايل او فضل معانا ما في فتره معينه مش موجود معانا بنحس بشعور بعدم الارتياح، ده اللي بنسميه اقل شعور بنقوله، انما في طبعا شعور تاني ان انا عايز الموبايل، عايز امسكه، عايز ابص فيه، فبالتالي ده كله ليه؟ لان انا استخدمته لفترات طويله، اي عاده بعملها لفتره طويله بتسمى ادمان، مش بس الناس فاكره ان ادمان ان هو ادمان المخدرات مثلا او ادمان الكحوليات، لا، ما هو كل العادات اللي انا بعملها لما اعملها لفتره طويله هي خلاص اصبحت بالنسبه لي عاده، وهذه العاده هي بتشكل لي نوع من انواع الادمان. فبالتالي لو حرمت ابني، انا ابسط حاجه بقوله ولا تضرب ولا تعمل اي حاجه، خد منه الموبايل اللي في ايده. طيب هيعمل، هيفضل يعيط، خليه يعيط نص ساعه ساعه، هو في الاخر هيبطل. طيب هيجي بعد كده يعتذر لي، لو اول مره اعتذر هديهوله مثلا بعد مباشره، لو ابتدى يكرر تاني لا، هيتاخد منه فترات اطول ومش هيقبل الاعتذار غير بعد فتره طويله. يبقى اول حاجه استخدمها معاه هو حرمانه من الجهاز اللي معاه لفتره معينه، ثم اعطائه ليه بعد الاعتذار وبعد ما يستسمح وبعد ما يبقى عرفت ان انا بقاوم سلوكه كويس. نمره اثنين برضو مبدا الثواب والعقاب، ان انت لو عملت الحاجه الفلانيه هتتحرم مثلا من الرحله اللي انت رايحها، من الخروجه اللي احنا خارجينها، من ان انت هتخرج تاكل مثلا بره مع اخواتك او زي اخواتك. طيب لو انت برضو خلاص تخلصت من السلوك الفلاني انا هكافئك، ادي لك حاجه كويسه كنت بتحبها، حاجه كنت منتظرها، سواء كانت الحلوى، كانت لعبه، كان خروجه، كان فسحه. فبالتالي انا هنا بنقول الحرمان من الاجهزه التكنولوجيه، التعامل بمبدا الثواب والعقاب في الحاجات اللي بيحبها والحاجات اللي ما بيحبهاش. في كمان اساليب تعنيفيه، بان انا مثلا ممكن اقول له خلاص خش اوضتك هتقعد فيها لوحدك، محدش هيتكلم معاك. فبالتالي انا هنا حسسته بعمليه من عمليات الزجر، ان هو هيفضل قاعد، ما معناه يعني مش عايز اقول كلمه منبوذ، انما لفتره معينه من الوقت. فبالتالي هو برضه بيحس بتانيب الضمير. صحيح. انا كده بقيت قاعد لوحدي والباقي كله بيتمنى، وكانه اتحبست حريته، رغم ان هو موجود في اوضته في المنزل، بس هو محبوس حريته، مش قادر يعني ايه يخرج، مش قادر، ممنوع ان انت تعمل كذا وكذا لفتره معينه من الزمن. دي كلها اساليب احنا بنقولها في ايد الاب والام، اتعامل بيها مع ابنك بالطريقه المناسبه ليه والطريقه المناسبه ليك، وممكن ننوع في الاساليب، مش كل مره هعمل هذا الامر. طيب هقول انا حاجه، معلش انا اسف ان انا اللي هسال السؤال، بقول ان البعض بيجي يقول لي طب انا لما بعمل كده دي مش حاجه سيئه، بقول له انت بتكون شخصيه ابنك او بنتك بهذه الاساليب، انت في صفات معينه سيئه مش عايزه يكتسبها، وفي صفات حميده انت عايزه يكتسبها. فبالتالي هذه الاساليب بتستخدمها مع الحاجات دي، بحيث ان هو يبقى في وقت من الاوقات الصفات المكتسبه عنده الصفات الحميده بشكل كبير، والصفات اللي هي السلبيه تم تجنبها، بحيث ان ده اللي هيشكل له شخصيته اللي هتتعامل بيه، اللي هيتعامل بيها في المجتمع بعد كده، واللي هيتعامل بيها معاكم كاب وام.